السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بيقول: ممكن تفيدني تعريف بحضرتك اللي ما شاء الله قناعة مليئة بزخم من المعلومات القيمة والمفيدة، لكن في تخصصات متعددة، وحضرتك اتعلمت ازاي الكم دوت من المعلومات؟ هل من اليوتيوب فقط ولا وجدت مصادر أخرى ممكن تعرفنا عليها؟ اتعلمت إكس من مكان واي وهكذا. طيب بص، أنا مش من النوع اللي بيقعد يتعلم وخلاص، يعني مش هو الهدف التعلم، وإنما الهدف بيبقى حاجة ليها علاقة بالشغل. فمثلا ممكن انت تكون شغال وبعد كده في مشكلة، طب بتبدأ تدور على حل للمشكلة ديت. يعني بداية معرفتي بالبيم مثلا ان كان في له حاجات وكان في حاجة غريبة، يعني كان لما تيجي مثلا تلغي باب تلاقي الحيطة كملت، ففي الاوتوكاد دي غريبة، وحتى الآن غريبة، يعني الريفت ما بيعملهاش. كمان ممكن بتتعمل لما تكون شغال بالاركيكاد وسيافو اوتوكاد، بتلاقي ان انت مثلا لما تلغي الباب تلاقي الحيطة كملت لوحديها، تحط باب تلاقيه عمل خط لوحده. فدي كانت البداية، أنا عندي فضول إن أنا أعرف الحاجة دي جت اتعملت إزاي، تمام. فالفضول والشغف إن أنت عايز تتعلم حاجة جديدة، إن أنت شايف إن الشغل هو اللي بيفرض عليك كذا، تبدأ إن أنت تدور على المعلومة دي. يعني مثلا سمعت ان في حاجه اسمها استدامه، ايه الاستدامه ديت؟ مش عارف، طب خلاص تعالى ندور. طيب هتلاقي فين؟ تبدا بقى تدور في كل حته. من ضمن الحاجات اللي عايز الفت الانتباه ليها موضوع الموك، موضوع الموك دوت كورسات اونلاين، ودي يعني يمكن هتعمل طفره علميه، ان انت ممكن موجود في مصر لكن بتاخد كورسات في امريكا بعيدا عن الشهادة. يعني في كورسات يقول لك ايه، والله انا هديك كورس كله اللي موجود في احلى جامعة في امريكا لكن بغير شهادة، الشهادة تدفع مثلا $500. طيب تعمل ايه بقى؟ لا خلاص انا ما دمتش واخد شهادة ملهاش لازمة. طيب لا انسى الشهادة وابدأ ان انت تتعلمها. طيب الموج ده ممكن تجيبه منين؟ انت لو كتبت MOOC ودورت هتلاقي كتير، لكن ده موقع اسمه موك ليست، تمام. طيب انا مش هحطه في التعليقات لان مش مستاهل ان انا احط في التعليقات، ومفروض ان يعني مستوى الناس اللي موجوده معانا على القناه مش بيدور على الحاجه، لا لازم هو يتعب شويه. طيب ايه اهم المصادر اللي هو بيدور فيها؟ كورسيرا ويديكس وفيتشر لير ويوديسيتي وهكذا، كل واحده من دول ليهم ميزه، لكن الميزه الكبيره كورسيرا وبعديها بسنة صغيرة ايديكس، هو بيعتمد على جامعات كبيرة، يعني مش بياخد كورسات من ناس عادية، مش بياخدها من أي حد، لأ لازم ايه يكون منهج بيدرس في جامعة، فبيطلع منظم جدا وبيطلع فيه ابديتد وبيطلع فيه حاجات كتيرة جدا. يعني لما كنت بتعلم لغة البايثون كان اللي بيعلمها لنا اللي اخترع لغة البايثون، فكورسيرا وايديكس من الحاجات القوية جدا. اودبي مثلا مش قوي قوي لان هو في حاجة قوية، لكن انا اقدر ارفع اي كورس حتى لو كورس تافه، حتى لو كورس غلط، هو اللي بيعمل تشيك على الكورس بيتأكد من الجودة بتاعت الصوت، بيتأكد من الجودة بتاعت الفيديو، لكن ملوش دعوة بالمحتوى، بيقول لك انت مسؤول عن المحتوى. انما كورسيرا ويكس لا، بيعملوا شغل العلم. تعالى مثلا اهوت ده، مثلا اكتب اي حاجة هنا، تمام. ولكن انت عايز مثلا بتدور على الارتفيشال انتليجنت، هتلاقي كورسات كتيره جدا. مثلا كنت بدور على فاسيلتي مانجمنت، كنت بدور على بيكو راجل مستحيل، بس حاجه تانية يعني مالهاش دعوه باللي احنا بنتكلم فيه. فلو كتبت فتلاقي كورسات قويه جدا، ايدكس كورس قوي اهو، كورس قوي اهو، كورس قوي اهو. ده دي البداية، ان انت تدور على كورس من اوله لاخره محترم كده تبدأ تبص فيه. ده بالاضافة طبعا لليوتيوب، اليوتيوب ممكن تدور عليها هتلاقي حاجات كتير جدا، لكن اليوتيوب لازم حاجة معينة، الا وهي اول حاجة الشخص اللي بيشرح، يعني ممكن انت مثلا شفت شرح لفلان فخلاص كمل هناك. تاني حاجة ما تقعدش تسمع درس من هنا درس من هنا درس من هنا، ده يعمل لك تشتت. طب ادور على ايه؟ ادور على كلمة تشغيل، يعني اعمل فلتر واقول له انا عايز كلمة تشغيل، وتبدا بقى تقارن بين كلمة تشغيل. يعني ما بقاش في كلمة تشغيل في فيديو واحد، تمام. طيب انا مثلا تبدا تقارن وتبدا تشوف اني واحده فيهم اللي تحس انها كويسه، ممكن تسمع 10 دقايق من هنا 5 دقايق من هنا وهكذا،
وتحس ان هو الشرح بتاعه حلو وراجل كويس، خلاص كمل معاه. تمام. يعني مثلا في البرمجة في كام واحد كده، خلاص انا مش بدور، بدخل على القناة بتاعته على طول وامسك بلاي ليست. لما بتمسك فيديو من هنا وفيديو من هنا بيعمل شتت، والكلام بيتكرر والكلام بيتضارب والكلام بيخش في بعض وما توصلش الحاجة اللي انت عايزها، مش هتعترف. انما تسمع بلاي ليست وتطبق، ده بيبقى ممتاز جدا. يعني اهم حاجة ان انت تطبق، كل ما تسمع حاجة تطبقها، انما سمع بدون تطبيق ما بقاش ليه اي استفادة خالص. بس اتمنى اكون جبت على السيرة بتاعتك. شوف موضوع الموج دوت ممتاز جدا، ما تركزش على الشهادة قد ما ان انت تتعلم وتستفاد ان شاء الله.